مرات ما صار بغطي زي أول، فاضطريت إلى أني أشتغل. وفي أشياء كثيرة دخلت علينا، يعني في أشياء تطورت المملكة، انفتحت المملكة، هذا زاد برضو عبء على الأسرة من ناحية أنه ترفيه الأولاد وش اللي يحتاجون الأولاد، وكل أب وأم ما ودهم يكسرون خاطر أولادهم بأي شيء، فيضطرون لهم يوفرون الشيء هذا لهم لو عن طريق حساب صحتهم أنهم يشتغلون طول اليوم. بديت أمر على الأسواق، بديت أمر على المستشفيات، أسأل بعض النساء حابين توصيل حابين كذا، بعضهم كانوا يستنكرون الشيء هذا أو يستغربون، وبعضهم يحبون يخوض التجربة أن نركب مع واحدة ست. الحمد لله صاروا لما يركبون معي يأخذون رقمي ويتواصلون معي بعدين بإني أوديهم مشاوير أخرى ثانية. الأمان، يعني إحساس بالأمان، وأهم شيء طبعا زي ما قلت لك دعم المرأة. يعني أنا أحس أني لما أطلب فهدة يعني تحديدا أنه أنا بطريقة أنه أرتاح نفسيا، يعني أنه أدعمها يعني.